يلا يلا اصحوا يلا يا سادة يا كرام اصحوا، الفطار وصل، الفطار السحور وصل، يلا قوموا اتسحروا، يلا حط الاكل ده عندك. انت تحط الاكل على السرير يا ابني؟ تيك اواي، تيك اواي يا غبي، اسمه ايه؟ تيك اواي. طيب انت جبت بكام تيك اواي؟ 72 جنيه تيك اواي، وقلت لي بالباقي حاجه ساقعه. يا نهار اسود، يلا يا ابني اصحى انت وهو، اصحوا الباشا راح جاب 72 جنيه تيك اواي وبالباقي حاجه ساقعه. يلا قوموا، هات انت التكاوي ده يا حجرة الله الخفي. يا جدعان قوموا اصحوا عشان تاكلوا. يا نهار اسود، خلاص اكل انا بقى السندوتش بتاعي. انت عايزهم يصحوا ليه بقى؟ ان شاء الله ما انت شغال اهو. يا عم التكاوي هيخلص، هنبعت رجب يروح يجيب تكاوي تاني. بس هما دلوقتي هيصحوا بالامر. مش ده تليفون خالد؟ اه تصدق ولا خالد. يلا قوم رد تلاقيه امك بتدور عليك. انا شفيق امك دي. عيب يا ده شفيق، ما اسمهاش امه، اسمها مامي. ايه ده؟ دي مامي فعلا. مش قلت لك امك بتدور عليك؟ انا مش هرد. بس اطفي الموبايل يا خالد، عايز انام. حاضر حاضر اهو. اوكي يا خالد، حتى مش عاوز ترد عليا. انا مش عارفه بقى، لا بتبات في البيت ولا عارف انت بتبات فين ولا بشوفك خالص. يا ساتر، انا مش عارفه الاقيها منك ولا من اختك. طيب يا خالد، طيب ممكن يا ابله اخرج ولا مش ممكن؟ لو مش ممكن بلاش. قلتي ايه؟ قلت انا اسفه يا ماما. ياه، اخيرا قلتيها بعد يومين. ما انا يا ماما ما شفتش حضرتك غير دلوقتي بس. ليه؟ وانا رحت فين يا ماما؟ حضرتك بتيجي بالليل متاخر، انا بكون نايمه، اصحى الصبح اروح الكرسي بتاعي والنادي، حضرتك بتكوني نايمه. بقول لك ايه، ما تمشي ورايا احسن، ولا تيجي تقعدي معايا في المحل تاخدي بالك مني عشان انا ما غلطش. انا اسفه يا ماما، حقك عليا. انا مش قصدي ازعلك يا ماما، معلش 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 يا ستي. خلاص عايزه حاجه مني؟ مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ اتفضل، نورت. انت ايوه ايوه، انا رياض اللي كنت جاي لحضرتك. ايوه ايوه، كنت جاي تشتغل من طرف الاستاذ عبد الحميد. ايوه مظبوط كده. مظبوط. اشتغلت هنا؟ اه، وباخد فلوس كويسه جدا، ده غير كمان التبس. هو حضرتك جاي عشان تسال عليا ولا ايه؟ لا الحقيقه انا مش جاي عشان اسال عليك. ما هو كده يبقى حضرتك دخلت هنا غلط. ليه؟ اصل يعني سوري، يعني المكان هنا كاجوال وشبابي و... تمام، كاجوال وشبابي. تالي كده انا مش وش الكاجوال ولا الشبابي، مظبوط؟ الا بقى اذا كنت حضرتك عايز تشتري حاجه لاولادك، ساعتها بقى هعمل لك ديسكاونت فظيع. بصراحه انا عايز اخدمك يا سيدي. انا متشكر جدا. لو عايز تخدمني صحيح، شوف لي المدام فين. مدام نجوى؟ ايوه مدام نجوى. هو حضرتك تعرف انها صاحبه المحل؟ واضح بقى انك زبون قديم. لا انا اول مره اجي المحل، بس انا عايزها. طيب هي عموما يعني على وصول، حضرتك اتفضل اشرب اي حاجه يعني لحد ما تيجي. هو حضرتك عايزها في ايه؟ الحقيقه انا عايز احاسبها وتحاسبني، بس بحنيه.
اصل الحاجات اللي انا عايزها تخص الاولاد. اولاد؟ روح هات لي قهوه. حاضر. على فكره مهما خدت تبس او بقشيش هتفضل تجري تروح تجيب القهوه. اللي معاه شهاده محدش يقدر يطلب منه يروح يجيب القهوه. روح هات القهوه. بونجور بونجور بونجور. ايه يا مدام؟ كل الملابس اللي عندك شبابي كده؟ ده يا دوبك 20-22 سنة بالكتير. لا وفي 15 وفي كمان 16 وفي 17. غريبة، مفيش مقاسات رجالي ولا ايه؟ في سنك كده؟ وفي سنك انت كمان؟ في بس مش كتير. ايه؟ ربنا يبعد. مش هتعزميني على قهوة ولا ايه يا مدام؟ مدام مش هتشتري لبس، هعزمك. عموما القهوة جاية. عزمني عليها الأستاذ رياض. مش برضه هو اسمه رياض؟ أوام عرفت اسمه؟ لا ده معرفة قديمة. هو ما قالكيش ولا ايه؟ أيوة قالي، قالي إنه جالك كنت هتشغله في الأرشيف. ما عجبوش الأرشيف وجه اشتغل هنا. الحقيقة أنا ما كنتش أعرف إن المدام أو الهانم اللي يقصدها هي حضرتك. أديك عرفت. وأدي رياض باشا وصل بالقهوة. اتفضل. على حسابك دي يا رياض؟ خيرك سابق يا فندم. صباح الخير يا مدام. الأستاذ سأل على حضرتك. ميرسي يا رياض. ممكن بقى حضرتك تشرب القهوة؟ هو حضرتك تعرفي الأستاذ؟ آه. من 25 سنة. ممكن اعرف انت واقف هنا بتعمل ايه؟ ما تروح تشوف الزباين، وبعد كده ارجوك ما تقدمش قهوه لحد. حاضر. من فضلك. ممكن بقى تشرب قهوتك ومفيش داعي للغه التوريه والكنايه ولغه الصحفيين دي، وارجوك انسى شويه انك صحفي. اموت لو نسيت ان انا صحفي، وانت عارفه كده كويس. طب ممكن تشرب قهوتك وتقولي انت عاوز ايه بالظبط؟ هنتكلم هنا؟ امال هنتكلم فين؟ في جريده ولا في ندوه علشان نهلل ونهتف وننادي بالشعارات؟ لا 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 لا، هنهلل ولا هنهتف؟ احنا هنقعد في مكان هادي عشان نعرف نسمع بعض كويس. ايه بقى؟ هنحب بعض؟ هنحب ولادنا. هنحب ولادنا يا مدام. اظن ان ده اهم بكتير. انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ ما انا قلتلك ما ينفعش نتكلم هنا. ولادنا اغلى واهم بكتير وما يستاهلوش ان احنا نبيع ونشتري فيهم في المحلات. اتفضل. اتفضل. اقفلي عربيتك يا مدام. ليه بقى؟ هنروح ماشي؟ لا هنروح في عربيتي. معلش انا عارف انها مش قد المقام بس استحملي، انا اللي هسوق المره دي. ليه بقى؟ هو عند؟ مش عندي ولا حاجه، انت طول عمرك بتركبي عربيات واحدث موديل، بس اعتمدي عليا انا المره دي. مش مهم نوع العربيه، المهم هتروحي بيها فين. هي ايه سالت لك حاجه؟ نقعد في مكان وهحكي لك كل حاجة، اتفضلي. أنا عارف إن أنت بقالك زمن ما ركبتيش عربيات زي كده، بس معلش اختاري مكان قريب عشان ما تزهقيش مني أو من العربية. نروح الكافيه اللي في الأوتيل. في البانسي؟ عايزة تقعدي في البانسي؟ أي مكان بس عشان عايزة أخلص. اوكي هنخلص. افندم عاوز تتكلم في ايه؟ في حقك. حقي انا؟ ايوه حقك عليا. ده اعتذار بقى ولا ايه؟ اعتبريها اعتذار لو حبيتي اذا كنت غلطت في حقك. بس انا عارف حقك كويس قوي، حقك عليا او حقك عندي، لكن عايز اسالك.
هل انا قصرت في حقك يا نجوى برديسي؟ يا سلام، ما انت طول عمرك مقصر معايا يا جمال. طول عمري مقصر معاكي؟ ماشي. لما حضرتك طلبت الطلاق انا ما رفضتش وافقتك، ولما طلبت ان الولاد يفضلوا معاكي برضو ما رفضتش وافقتك. مفتاح الشقه لسه معاكي على اعتبار ان انت ام اولادي، بتهيألي كده انا ما قصرتش في حقك. ها وبعدين؟ يبقى انت كمان مفروض ما تقصريش في حق اولادك وتفضلي ام مثل اعلى وقدوه ليهم. يا سلام، ومين بقى اللي قال ان انا مش ام ومش قدوه؟ الام القدوه يا مدام، تجيب ولد في سن ابنها وعندها بنت في سن المراهقه تجيبه لحد الشقه وتقول لها ده صديق؟ طبعا اس قالت لك على كل حاجه. ها على فكره، يوم هي جات لي وكانت عايزه تفضل معايا وما ترجع لكيش، وما سبتهاش معاك ليه؟ عشان تفضلي بالنسبه لها الام المثل الاعلى والقدوه. لو انا وافقتها على شكوكها فيك يبقى بساعد على تدميرها وتدميرك كأم في نظرها. بيتهيألي انت كبيره وتقدري تفهمي ده كويس. يعني انت ما بتشكش في سلوكي؟ بصي، انا طليقك، اللي يهمني ولادي خالد وسميه، انا مطالب بان احميهم واحافظ عليهم. انت تحميهم مني انا؟ انت كمان مطالبه انك تحميهم وتحافظي عليهم. اسمعي لما اقولك، إذا كنت تعبت من وجودهم معاك اديهم لي. ما تهددنيش. أنا مش بهددك، دول ولادي. أنا طول عمري بحمي ولادي كويس قوي وبالذات منك. اسمع يا كمال يا أبو العزم، أنا بقالي سنين طويلة واخدة بالي من نفسي واخدة بالي من ولادي. يبقى لو سمحت كملي، لازم تكملي عشان دي رسالتك. أظن إن أنا من حقي بعد السنين دي كلها إن أنا أرتاح. ترتاحي؟ على حساب مين؟ على حساب ولادك؟ لا يا استاذ، انا يوم ما عاوز ارتاح مش هرتاح على حساب حد حتى ولو ولادي. انا يوم ما عاوز ارتاح هرتاح بطريقتي انا، بطريقه شرعيه ومشروعه. هتتجوزي يا نجوى برديسي؟ ليه يا استاذ كمال؟ هي قسمت الطلاق اللي بينا كان مكتوب فيها ان انا ما اتجوزش من بعدك؟ لا، مش مكتوب فيها كده، بس في حاجه مهمه لازم تبقي عارفاها وفاهمها كويس، انك عندك ولد وبنت في سن الجواز، ويا ريت في يوم من الايام ما تجرحيهمش في امهم، عشان جرح الام لا بيتنسي ولا بيطيب. واسالي نفسك سؤال واحد يا نجوى برديسي، انا ليه ما اتجوزتش بعدك؟ مش هتلاقي غير سبب واحد، ان انا حبيت ان بيتي يفضل مفتوح لولادي ومفيش حد يشاركهم في ابوهم. يا ريت يا نجوى برديسي تفهمي ده كويس. لازم ترتاحي شوية يا أمال، زمانه جاي، مش هناخد من الوقفة غير التعب. وعشان خاطري اعملي معروف، مش عايزك تتعبي تاني. أتعب ولا العفاريت تشيلني؟ أنا عايز أعرف ابني راح فين يا عبدو. واحنا كنا عارفين هو راح فين المرات اللي فاتت. ما تلاقيش يا أمال، أحمد كبر، ما تخافش عليه. بس بصراحة أنا مش مطمن، ومش عاجبني العيال الفاسدين اللي ماشي معاهم بتوع النادي دول، اللي كان يتخانق معاهم. بقى بعد كل اللي حصل ده يقولي دول اصحابي، دول اصدقاء سوء. والمرء على دين خليله، زي الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال. ده لازم احمد. ده فرانك من بره، اكيد من انجلترا. يبقى من دعاء. الو، ايوه، اي دعاء؟ اي حبيبتي، ازيك؟ استني بس يا امال، طمنيني يا حبيبتي. احنا كويسين كويسين الحمد لله. استني يا امال بس. الله، ازاي الدكتور؟ عايزه اكلمها يا عبدو، اسمع صوتها. الو الو، ايوه يا حبيبتي، ازيك يا دعاء؟ عامله ايه؟ احنا كويسين والحمد لله. طلبتينا امبارح ما لقيتيناش؟ ما احنا كنا مسافرين في البلد، حتى ما لقيناش كارت نكلمك بيه يا بنتي. وجايبين فطير وقشطه من اللي بتحبيهم. استنى بس يا عبدو. الرقاق والقشطه والفطير كله موجود قدامي اهو يا بنتي. من عيني يا دنايا، ابعتهم لك ازاي دلوقتي؟ يا ريت تعملوا لنا زياره قريب. استنى بس يا عبدو. ايه يا دعاء؟ طمنيني، مفيش حاجه جايه في السكه يا بت؟ والنبي الحمد لله،
يا ما انت كريم يا ربي، يا ما انت كريم يا ربي. بسم الله الله اكبر الحمد لله. خلي بالك من نفسك بقى يا دحاء، ما تشيليش حاجات تقيله يا بنتي. هو ايه اللي حصل؟ استنى بس يا عبدو لما افهم. ما انا فهمت خلاص، بقيت جدي واللي كان. استنى بس يا عبدو، الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. والله يعين عليا يا زغره. امال فين الدكتور؟ اديني الدكتور. الو، ايوه يا دكتور، الف مبروك يا ابني. ليه استعجلتوا كده؟ عجزتونا بدري بدري. ايه؟ الو الو، الخط اتقطع. اتقطع ازاي؟ المكالمه خلصت، ودي مكالمه من انجلترا بكلفها شيء الفلاني، وانت ولا انت هنا درين 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 كانك بكلمة سوق. اوام يا دعاء، اوام بيتي حامل وهاتي ولدي وهتبقي ام. عبدو، انا عايز اروح لها يا عبدو. تروح لها فين؟ مطرح ما هي، انا عايز اغمض عيني وافتحها ولقيني قدامها يا عبدو. انت هتبص لي ليه؟ دي بنتي الوحيده واول مره تولد، وده البكري. انت فاكره ما فيش حد هياخد باله منها؟ هياخدوا بالهم منها اكتر منك. من ساعه ما عرفوا انها حامل لحد الواد ما يتفطم بيعلموا الاب كل حاجه كمان، ولازم يحضر الولاده. يلا يلا نشيل الحاجات دي ندخلها المطبخ، نشوف ايه اللي ممكن يبوظ نحطه في الثلاجه بدل ما يحمض. كان نفسي احمد يرجع وياكل من البرام اللي عامله له عمته، اهو ما رجعش. الواد ده على فكره مش مظبوط يا عبده. مش مظبوط يعني؟ انت ملاحظه عليه حاجه؟ لا لا مش ملاحظه عليه حاجه، انما يعني خروجه كده عمال على بطال، وعصبيته الزياده دي مش مريحني. اكيد في حاجه انا مش فاهمها ولازم افهمها. بس على جنب هنا يا اسطى شفيق. قشطه يا اسطى، يلا اتفضل. رجليكم اليمين يا رجاله. السلام عليكم. يا مرحب يا مرحب، اهلا اهلا بالشباب اللي زي الورد. معلم وانا زينهم. اهلا بنس، تعال يا واد واجب لفنديه. اتفضلوا اتفضلوا. كانك ده صنف جديد ده ولا ايه؟ صنف جديد ده ايه يا عم؟ انت هتكسفنا ليه كده؟ كنك ده جمع كنكه. كل واحد كنكه صغيره كده، هي دخلتكم عليها شويه. لا عم روقة، وفر كنكك ده بعدين، مش عاوزين نفرفر هنا. يا معلم روقة، دول جايين يسلموا كده وحاجه على الخفيف، خايفين يفرفروا. ليه بس؟ ده الموضه كنك زي شاديه ما بتقول. كنك حبيبي، كنك قلبي، وكنك روحي. جيرانا بالعين رماله، كنك ما درتش انا بروحي. كنك حبيبي، كنك قلبي، كنك روحي. جيرانا استغمايه على طول. حلاوتك يا برنس. واجب لفنديه يا واد، ورص الرص في حجر بنور داير ما يدور، وشيشه تفاحه من غير تفاح. من عينيا يا برنس. ملك عايزك في كلمتين على انفراد. ايه؟ الغله يا ملك. كام دول؟ 680، صح الكلام؟ اسم الله عليك من الغلط، خلي 600 وخد انت ال 80. بس ده عرقك، الا العرق خليهم. لا بس دول كتير قوي يا معلم. ده استفتاح يعني الاوله، اه بعد كده شلال، شلال نقديه. ولو انت جدع بقى عد، بس اوعى تغرق في الكاشات. يلا بقى خد واجبك مع اصحابك وعلى حسابي. شيشه تفاحه من غير ايه؟ تفاحه. يلا. بقول لك يا شفيق. ايوه. ما تديني مفاتيح عربيتك اوصل لغايه البيت وارجع على طول. يا لهوي، انت لسه هتغير هدومك يا احمد؟ يا عم ده البيت قريب هنا بعد شارعين، وبعدين الفاميليا مسافره والسهره صباحي. امسك. يلا انا جاي على طول. متاخرش متاخرش يا ابو حميد. اسود، دول جم.
حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني كده برضو يا احمد. هند عليك يا دنايا، هند عليك انا وابوك تعمل فينا كده يا احمد، حرام عليك يا ابني. الحمد لله على السلامة. هتفضل واقف كده؟ انا مش عارف اخش ولا ما اخشش. طب جاي ليه لما انت عارف انك مش هتخش؟ طول بالك يا عبدو، طول بالك يا اخويا. انت كنت فين يا احمد؟ كنت فين يا حبيبي؟ احنا مش سايبينك في قلب الشقه نرجع بردك ما نلاقيكش. انتوا جيتوا امتى اصلا؟ النهارده بعد ما كلمنا حضرتك في التليفون وما ردتش. إلينا جينا. تقدر تقول لي انت كنت بايت فين من امبارح لغايه دلوقتي وراجعني بشكلك ده؟ كنت مع اصحابي. اوعى تقول لي اصحابك الصيع اللي ضربوك وضربتهم. لا، ما احنا اتصالحنا خلاص، وانا ما اعتقد ان حضرتك عارف. يعني انتوا اصطلحتوا عشان تبقوا اصحاب وتسهروا مع بعض؟ ما حضرتك اتصالحت قبلي، اتنزلت عن حقي كمان. لما انا جت صالح دلوقتي مش عاجب، مش عاجب حضرتك ان انا ابقى راجل. لا مش عاجبني، مش عاجبني تاخيرك عن البيت، ومش عاجبني بياتك بره، ومش عاجبني ترد عليا كده. والله انا غلطت بقى. غلطت يعني؟ عبدو، عبدو اعمل معروف، اعمل معروف يا عبدو. الدنيا ليل والناس حوالينا. ناس حوالينا والدنيا ليل؟ وابنك راجع لي دلوقتي وبيكلمني بالطريقه دي؟ والله بقى انا مش عيل صغير، مش عيل صغير عشان تقعدني في البيت وتحبسني، مش عيل صغير عشان تقول لي امشي مع ده وما تمشيش مع ده. اللي اقول لك عليه تعمله؟ لازم اعرف انت رايح فين وجاي منين، ومش مستريح لبياتك بره البيت. والله انت شكلك ما بتستريحش لاي حاجه. تعال يا ولد، تعال اعمل معروف، انا مش قادره يا ابني. هي كلمه انا هقولها لك، انا مش عايش اقل من حد، انا هشتغل وحامل فلوس وحامل اللي انا شايفه صح، ما دام انت ما بتعملش اي حاجه. احمد، احمد كده برضو يا عبدو توصل لي كده برضو؟ احنا كنا عاوزين نعرف قراله ايه او سيبنا وماشي. مش احمد، مش ابني اللي تعبت في تربيته. في دماغه حاجة، في دماغه حاجة ولازم اعرفها. ولما يطفش مننا هنعرف، هنعرف ازاي بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كانش حاسس بالذنب، بعيد بره البيت وجاي ساعة واحدة أكلمه يسيب البيت تاني. يا لهوي، عربية كمان؟ عربية مين دي؟ الواد ركب عربية ومشي. يبقوا هما الولاد بتوع النادي زي ما قلت. ده هو اللي ساق العربية. ما تروح تشوف الواد فين يا عبدو؟ اروح فين يا امال؟ ابنك خلاص شت وراح لبعيد، ويا عالم هنقدر نحصله ولا ما نحصلوش. يلا بقى عشان اطفي بقيه الانوار ونمشي يا مدام. يا ايه يا نجوى؟ معلش ما خدتش بالي ان احنا لوحدنا. طب اقعد. انت عارف اللي جه المحل واخدني ومشيت معاه ده مين؟ الاستاذ كمال ابو العزم. انت عارف ان الاستاذ كمال ابو العزم ده كان جوزي؟ جوزك؟ ايوه، فضلنا عايشين مع بعض حوالي 12 13 سنه، واحنا منفصلين دلوقتي حوالي 10 سنين. صدفة غريبة قوي. انت عارف هو جاي ليه؟ ليه؟ عشان عاوز يرجعني. تتجوزي؟ انت ايه رأيك؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ انت عاوزة تتجوزي؟ انت عاوز ايه؟ انا؟ ايوه انت يا رياض، انت مش شريكي وصديقي؟ ايوه بس لا،
لا يا رياض ما تقول حاجة. هقول لك بصراحة. قبل ما تقول الصراحة لازم تفهم ان انا محتاجة راجل جنبي. راجل يحميني. راجل اشيل اسمه. انا عاوز ارتاح يا رياض. انا تعبت قوي. انا استنيت لما الولاد كبروا. واعتقد ان انا دلوقتي من حقي ان انا ارتاح. فاهم يا رياض؟ وبعدين لو رجعت الكمال هضطر ابيع المحل والجاليريو واعيش معاه ومع الاولاد. انت عاوزه كده؟ يبقى خلاص ما تتجوزيهوش. اقول لك على حاجه بصراحه، مش قادر اتخيل خالص ان انا ممكن ابعد عنك، ولا قادر اتصور كمان ان انا فجاه كده الاقي. ما تتكلمش، انا مش عايزه اسمع ولا كلمه بعد الكلام الحلو قوي اللي انت قلته دلوقتي. بقول لك ايه، تيجي نروح نتعشى انا وانت سوا وبعد كده نكمل كلامنا. بحبك قوي يا رياض. وانا بحبك قوي يا نجم. تتجوزني؟ مالك؟ ابلع. حصل لك ايه؟ انا سالتك سؤال، يا تجاوب بقى يا تجاوب لا. انت ترضي؟ ارضى ايه؟ ترضي تتجوزيني؟ انا ارضى انك تبقى شريك عمري. لا مش شريك عمري بس، شريكي في المحل وفي الجاليري وفي اي مشروع انا بعمله. بس انا اكبر منك في السن. مين قال كده؟ يعني اكبر منك حبتين. لا احنا اتفقنا اننا قد بعض. عرفي يا نجوى، انا ما عرفتش طعم الدنيا غير لما عرفتك. هتحميني وتساعدني؟ وافديكي بروحي. طيب افرض لو اي حد من اهلك اعترض. اهلي اهلي فين؟ بس انا فين اهلي؟ انت اهلي. مساء الخير. مساء النور. ده رياض، انت ما تعرفوش؟ لا شفته بيشتغل عندك في المحل. اها بيشتغل عندي في المحل. حضرتك عايزه مني حاجه دلوقتي؟ لا امشي. انت يا استنى، انت رايح فين؟ همشي. انت هتاخد العربيه وتروح بيها المشوار بتاعك بتاع الصبح، وبعد كده تيجي على هنا. اوكي يلا بقى عشان تلحق الميعاد بتاعك الصبح. وانت هتفضل باصص لي كده؟ لا ازاي، العفو، اتفضلي حضرتك. اتفضل. اسمه رياض. تعرفيه؟ شفته لما جه مع ماما هنا. هنا فين؟ في الشقه يوم عيد ميلادها. وحضر عيد ميلادها هنا؟ ايوه. ولما اعترضت قعدت تديني درس في الاخلاق، وقالت انها حره في كل تصرفاتها. وبعدين رحت لبابا حكيت له على كل اللي حصل. قال لي عيب يا سميه، لازم ترجعي البيت، وعيب كمان تبص لمامتك النظره دي. ما قلتليش ليه؟ هقول لك ايه يا خالد، برضه كان لازم تقولي لي، كان لازم اعرف. واديك عرفت وشفت بنفسك، وريني هتعمل ايه. مش عارف اعمل ايه. اقول لها ايه بس وازاي؟ روح اسالها، هو صحيح من حقها تختار لها صديق قد ابنها؟ ادخل. خير يا خالد، انت جاي تتفرج عليا ولا ايه؟ هات من الاخر، هات اللي في دماغك، بس من غير تجاوزات ولا غلط، وانا هسمعك. هتردي عليا؟ هحاول ان انا دافع عن نفسي، مش حضرتك جاي عشان تتهمني؟ لا يا ماما ازاي، العفو.
أنا جاي بس عشان أسأل حضرتك سؤال واحد. اتفضل يا أستاذ اسأل. هو صحيح من حق حضرتك تختاري لك صديق من سني، سن ابنك؟ أنت شايف إنه عيب؟ لو سمحتي حضرتك وعدتيني إنك تجاوبي. ما أنا بجاوبك أهو. الله، أنتوا جرالكوا إيه؟ أنتوا بتحاسبوني على صداقة بريئة؟ واحد وبحب أتكلم معاه. أمال بقى لو قلتلكوا إن أنا بحب واحد هتعملوا إيه؟ تحبي؟ أيوة أحب. افرض يا أخي إن أنا قلتلكوا إن أنا هتجوز، هتعمل إيه؟ تتجوزي يا ماما؟ افرض يا أخي، افرض، شفتني جبت المأذون؟ وبعدين أيوة من حقي يا أستاذ خالد، أنا عايزة أعرف حاجة، أنت ليه تدي نفسك الحق إنك تخرج ما ترجعش غير وش الصبح وأنت سكران؟ ليه تدي نفسك الحق إنك تبات بره البيت بالتلات أربع أيام وأنا معرفش عنك أي حاجة وقافل موبايلك وأنا ببقى حنجن؟ ليه تدي نفسك الحق إنك تصرف فلوس زي ما أنت عايز وتعرف بنات زي ما أنت عايز؟ ليه تدي نفسك الحق ده وما تديهوش لأمك؟ ماما أنا لسه شاب، حضرتك ما ينفعش. شاب؟ شاب تقوم تموتني؟ أنتوا عايزين تموتوني؟ عايزين تدفنوني بالحياة؟ أنا كمان في يوم من الأيام كنت شابة زيكو ودننت نفسي بالحياة وكنت هموت روحي عشانكو عشان أطلعكو زي ما أنتوا دلوقتي. ده كان حقكم أنتوا وأبوكو. اسمع يا خالد، أنا عندي حق وهتمسك بيه ومش هتنازل عنه أبدا ومش هعمل نفس الغلط اللي أنت بتعمله. ومن هنا ورايح لازم تعتبر رياض ده سكرتيري الخاص وصديقي. سامعني يا خالد؟ بابا حضرتك سمعت اللي انا قلته؟ سمعته مرتين، مره من اختك ومره منك دلوقتي. وايه راي حضرتك فيه؟ اسمعني يا خالد، لازم تهدى وتفكر من غير انفعال لسببين. السبب الاولاني ان دي امك، عرضك، شرفك وشرف اختك. اي كلمه لازم تبقى محسوبه واي تصرف لازم يبقى مدروس بعناية. السبب التاني انها لحد دلوقتي ما غلطتش. غلطت غلطت، اهدى اقعد. قلت لك اهدى وما تنفعلش. بابا دي امي، ما انا عارف، عارف انها امك. دي اهم ست بالنسبه لي في الدنيا، لانها امك وام اختك سبيه. بكره لما تكبر هتعرف ان السن ده عند الست سن خطر، بتحصل فيه تغيرات بيولوجيه وفسيولوجيه وانفعاليه، سن الياس. ممكن تكون امك ست ضعيفه خايفة من العمر اللي ما بقاش فيه. انت فاهمني؟ طب والعمل؟ انا كلمتها بقسوة، كلمتها كلام جارح، فهمتها انها لازم تراعي تصرفاتها وانها مسؤولة عنكو، واعتقد ان ده هيمثل ضغط عليها. وبعدين لحد دلوقتي هي ما تجاوزتش وما اعتقدش انها تتجاوز. اشرب الليمون يلا. صباح الخير. يا صباح النور. ادخل؟ طبعا احنا نقدر نقول لا. ازيك يا انسه؟ انا الحمد لله لسه راجعه حالا من البلد بالسلامه. هو الاستاذ جوه؟ الاستاذان. الاستاذان مين يعني؟ الاستاذ معهد؟ الاستاذ الصغير خالد. الاستاذ خالد. خالد الاستاذ خالد. المهم ان ما يكونش الاجتماع مغلق واعرف ادخل. المغلق ينفتح لك، احنا عندنا كام هنا. ايه ده ايه ده ده ايه الهنا اللي انا فيه ده يا اولاد؟ انت راضي عني ليه كده يا استاذ سيد؟ في حاجه ولا ايه؟ اوامر الاستاذ، لازم اول ما اشوفك افوق واروق. انا استاذ فيهم الاستاذان. وحشتيني. ما ينفعش اقول كده خالص على فكره، وبعدين انت كمان وحشتني قوي. انا ما قدرتش اقعد 3 4 ايام على بعض في البلد وجيت لك. طب تعالي انا محتاج لك قوي، عاوز اتكلم معاكي. طيب هاجي معاك بس لازم اخش اسلم على الاستاذ عشان وحشني قوي. هاجي لك على طول. لا لا استني، مفيش داعي نسلم النهارده، تعالي نمشي على طول. خير يا استاذ كمال؟ خير ان شاء الله يا استاذ عبد الحميد.
حضرتك عندك مانع ان احنا نتعشى سوا النهارده؟ ده انت تشرفنا. ده انا هجهز لك العشاء الفلاحي بقى اللي يعجبك. انت عندك عشاء فلاحي؟ انا جايب معايا من البلد قشطه وفطير مشلتت. ده من عمايل اختي الست ام هنا. انا ما باكلش فطير مشلتت الا من ايديها. لو دقته هيعجبك. يا سيدي ربنا يخليكوا لبعض ويديم المحبه والمعروف بينكم. الله يخليك. بقول ايه يا استاذ كمال؟ يعني حضرتك هتشرفني امتى؟ لان انا محتاجك في موضوع مهم كمان. يبقى نلتقي في اي مكان ونتكلم براحتنا وملحوق على الفطير والقشطه. لا ما انت لو مش هتيجي هبعت لك الفطير مع هنا على المكتب. ان شاء الله بس نتقابل الاول ونتكلم يا استاذ عبد الحميد. انا محتاج اتكلم معاك النهارده الساعه 8 كويس؟ تؤمر يا كمال بيه. مع السلامه. هتروح تقول له ايه يا عبده؟ اوعى تروح تقول له ان احمد ساب البيت وان احنا ما نعرفش طريقه فين. واقول له عاوز اعرف بيروح فين. يا فضحتي هتفضحنا. تسلم ايدك. هو اللي بيدور على ابنه يبقى بيفضحه. يعني هو كان الراجل هيعمل اعلان في الجورنال ويقول يا اللي شاف ابننا. لا يا امال، الاستاذ كمال بطريقته هيسال خالد ابنه فهنعرف ايه الحكايه. خالد ابن الاستاذ كمال؟ ما هم مش شله، اصحاب. فهمتي؟ فهمت. انا بقى والاستاذ كمال هنحط عينينا على خالد والشله اللي معاه. اكيد ساعتها هنعرف خط سير احمد ايه. انت مش جايز هو نفسه عايزك عشان نفس الموضوع دوت. موضوع ايه يا امال؟ موضوع احمد والشله اللي معاه. قصدك ان يكون خد باله ان احمد معاهم وعايز ناخد بالي؟ مش جايز. والله ليه لا. تقريبا فهمت ليه قال انه محتاجني في موضوع مهم. طبعا مفيش اهم من ابني وابنه. ها يا استاذ عبد الحميد، تحب نبتدي بايه الاول؟ موضوعي ولا موضوعك؟ انا هسال حضرتك سؤال واحد ومحدد. اتفضل. الموضوع اللي هتكلمني فيه بخصوص احمد ابني. احمد ابنك ماله؟ يبقى بعيد عني. اتفضل، موضوعك ايه؟ هتفضل ايه؟ مش هعرف الاول احمد ماله. هقول لك ماله بس نتكلم في موضوعك الاول. معلش اعرف الاول. احمد اليومين دول عصبي جدا وسلوكه مش متزن. هكلمك بجد، هكلمك زي ما انت عاوز يعني، بس نتكلم في موضوعك الاول. يعني هو موضوعي برضه بخصوص شاب. يبدو ان مشاكل الايام دي كلها مشاكل شبابيه او عناصرها شبابيه، ورغم ان احنا شايفين لكن مش فاهمين. خالد ابنك هو المشكله؟ لا لا لا، مش خالد. هو شاب كنت انت السبب في معرفتي بيه، واحنا الاثنين حاولنا ان احنا نساعده، بس واضح ان الشاب ده قرر يساعد نفسه بطريقته. يبقى مفيش غير رياض. هو رياض. ايه عمل معاك حاجه وحشه؟ يعني مش معقول ابعتهولك تساعده يلاقي الام تعيش وبعدين يعض الايد اللي اتمدت له. بس يا كمال بيه، الواد ده راجل وعنده عزه نفس، وانت فاكر يا استاذ عبد الحميد، لو الواد ده راجل وعنده عزه نفس زي ما بتقول، يلف ويدور على ست قد والدته ويحاول الارتباط بيها. يحاول الارتباط بيها ازاي يعني؟ يتجوزها. معقول الواد رياض عاوز يتجوز ست كبيرة؟ ست قد والدته تقريبا، عندها ابن في سنه. قول لي يا استاذ عبد الحميد، انت تعرف اهل الواد ده كويس؟ طبعا، ده جاري. هو مشكلة الواد ده ان ابوه سافر من مدة، لا رجع ولا بيبعت جوابات. انت متأكد من حكاية الست اللي عايز يتجوزها دي؟ تعرفها يعني؟ يعني